المشهد لله. اللي موت فيه مراته هو في لحظة، لا هو مراته يمكن كان صحها برضو ولبست وتشيكت وقدر يمسك نفسه ولما أخذها وداها الصحراء ودفنها، هو هنا أكيد كان لأن دي مراته. عايزك تلبسي أحلى فستان عندك وأغلى طقم ألماس، عايزك النهاردة تبقي ملكة. أنا هستناك في العربية، متأخريش عليا. فلكن في المشهد ده يمكن كان هو متأثر شوية عشان يمنى دي مراتي أم بنتي والبنت هتبقى يتيمة، يعني أنا يعني الحاجات دي كلها عارفة إزاي. بس حتى دي عملها بثبات، عملها بثبات انفعالي تمام، بس برضو كان باين عليه إنه هو يعني أنا ما كانش ينفع إن أنا أتخان، عارفة، لأن هو ما خانهاش. يعني إحنا ما شفنا زيدان مثلا في مشهد مخل، شفنا زيدان في كلاب وجات له واحدة وقال لها حلي عن سمية، يعني هو ما عندوش الحته دي. وهو كان باين ان زيدان عايز جو اسري وقال لاخته كده،